اعتبر جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس أن مؤسسته تمكنت من نشر نحو 1,000,000 وثيقة، وشدد الحقوقي البحريني نبيل رجب والعسكري الأمريكي برادلي مانينج الذي تم اعتقاله بسبب تسريب معلومات سرية لويكيليكس. العام المقبل سيكون حافلا أكثر. ويكيليكس يحضر لنشر 1,000,000 وثيقة، وثائق تشمل كل بلدان العالم. هذا ما أعلنه مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في خطاب له من على شرفة سفارة الإكوادور في لندن، حيث يقيم كلاجئ منذ 6 أشهر. أسانج ندد بالملاحقة الأمريكية له والتحقيقات التي تجريها مع صحفيين يسعون إلى كشف الحقيقة. الديمقراطية الحقيقية ليست في البيت الأبيض، بل في مقاومة الناس المسلحين بالحقيقة ضد الكذب. أكثر من 250 من أنصار أسانج تجمعوا أمام السفارة رافعين شعارات تطالب بالحرية له. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط من أجل استرداد أسانج من السويد. الكثير من الناس تعتبر أن السويد دولة محايدة ولن تتجاوب مع الضغوط الأمريكية، لكن هذا ليس صحيحاً. وكان الأسترالي أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد في قضية اغتصاب واعتداء جنسي دفع ببراءته فيها، ومنحت الإكوادور أسانج اللجوء السياسي، لكن لندن تنوي تطبيق مذكرة التوقيف السويدية الذي يخشى أسانج بعدها أن يرسل إلى الولايات المتحدة المستاء من نشره وثائق أمريكية سرية، حيث قد يتعرض لعقوبة الإعدام. جوليان أسانج إلى الأضواء مجددا، لكن يبدو هذه المرة أكثر إصرارا على مواصلة درب الجلجلة في المواجهة المفتوحة مع الإدارة الأمريكية، بالرغم من كل الحصار المالي والجسدي الذي يتعرض له للكف عن نشر المزيد من الوثائق السرية. من أمام السفارة الإكوادورية في لندن، موسى سرور، الميادين.